تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل الحكومة جهودها بتوفير السلع واحتياجات المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم في إطار معارض أهلا رمضان. وتقام معارض أهلا رمضان في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لتوفير المستلزمات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة. تحركات من الحكومة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير السلع واحتياجات المواطنين مع قرب حلول الشهر الكريم، فتجد هنا بأحد معارض أهلا رمضان المقامة ب 1300 مجمع استهلاكي على مستوى محافظات الجمهورية كل ما يحتاجه البيت المصري بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 30% مقارنة بمثيلتها بالأسواق. بالنسبة للمخزون الاستراتيجي احنا موجود عندنا، احنا في احد المجمعات دلوقتي في مخزون استراتيجي على الاقل يكفيه 3 شهور كامله، وفي طبعا المخزون الاستراتيجي بتاع الشركه كلها حوالي 6 شهور. فضخ السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل ل 50% يوميا، وإقامة معارض أهلا رمضان بنفس المكان يجعل المواطن يحصل على احتياجاته كاملة من المنتجات والسلع الأساسية اللحوم والدواجن ويميش رمضان بالتزامن مع الإقبال المتزايد هذه الأيام. دولة عن طريق المجمعات الاستهلاكية قايمة بمجهود كبير جدا عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مخفضة عن السوق الخارجي. الفرق جامد طبعا، انا بره ازازة الزب ب 35 وب 32، هنا لقيتها تقريبا ب 22 او 21، والسكر ب 10.5 بره ب 13، عشان كده انا شفت الكلام ده على النت عشان كده جيت. يعني الأسعار مناسبة جدا للمواطن المصري ويقدر يجيب كل احتياجاته، وشايف تنوع في المعروضات اللي موجودة من لحوم ومجمدات وسلع غذائية زي ما انتم شايفين. وحاجة رمضان انا شايف في امكانية ان معظم الناس تقدر تشتري الحاجة بتاعتها. هو حقيقي ده دور الدولة الحقيقي في الفترة اللي احنا فيها ديت، وفي الأزمة اللي الدولة ملهاش علاقة بيها بس لازم تقف جنب المواطن. وانا شايف يعني دخلت اكتر من مكان، بصراحة الأسعار ممتازة جدا مقارنة بالأماكن الأخرى، يعني بدون سجر أسميها الأسعار أوفر قوي. هنا لا، تقريبا في جودة، أنا اللي يهمني إن في جودة. كما تطرح المنافذ الاستهلاكية كراتين رمضانية بأسعار متنوعة وبنسب تخفيض لتناسب كافة المواطنين. معارض أهلا رمضان المقامة بالمجمعات الاستهلاكية هي إحدى الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل، في وجود مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لأشهر قادمة. سالي سالم، التلفزيون المصري.